روى الإمام أحمد في مسنده قال صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا: إن أشكر الناس لله أشكرهم للناس. عجيب، يعني الذي نراه متلطفا جدا ورقيقا واجتماعيا ويحسن الشكر، بقية الخطبة ستكون كيف نشكر وعلى ماذا نشكر، هذا هو الموضوع. هذا سيكون أشكر الناس لله أيضا؟ قال لا، النبي قال كما قلنا أننا شخصية كل متحد والفضائل لا تتجزأ، هذا طبع ومزاج كما قلنا، يحب أن يكون متصالحا مع نفسه، خلاص فقط يعترف اعتراف لأنه ليس مزيفا ليس ممثلا، يحكي الحقائق كما هي، هذا فضل فلان وهذا فضل فلان وهذا فضل علان وهذا فضل رب العالمين قبل وبعد كل خلائق الله تبارك وتعالى. هذا إنسان عظيم وإنسان كريم